بتوجيهات من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، تقيم الأمانة العامة للمجلس وبإشراف ومتابعة سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب جلسة محاكاة برلمانية لفئة الشباب عبر الاتصال المرئي، وذلك صباح يوم الخميس 26 من نوفمبر الجاري. للمزيد معي عبر الهاتف السيد محمد جمعة المحميد مدير إدارة الاتصال بالأمانة العامة لمجلس النواب. أستاذ محميد مساء الخير، بداية حدثنا أكثر عن برلمان الشباب، ما الهدف منه؟ هذه ليست المرة الأولى، اهتمام مجلس النواب بفئة الشباب واضح خلال الدورات السابقة، لكن ما الهدف من إقامة هذا البرنامج في هذه الظروف تحديدا وعن بعد؟ مساء النور جميعا. طبعا تأتي جلسة محاكاة للشباب ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات والبرامج النوعية في إطار ما يوليه مجلس النواب من اهتمام كبير وحرص شديد لفئة الشباب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لجنة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عالي بن فدة حفظه الله ورحاه. الهدف منها هي دعم الشباب وتثقيفهم بالعمل الوطني وممارسات العمل البرلماني وحثهم على المشاركة الفاعلة في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة. من المقرر أن تتضمن الجلسة التي ستعقد صباح يوم الخميس جدول أعمال شامل لعرض ومناقشة الأسئلة البرلمانية، الاقتراحات بقوانين، اقتراحات برغبة، وأيضا راح يطرح أيضا موضوع للمناقشة العامة. ستشهد هذه الجلسة حضور عدد من السادة الوزراء، وتقام بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة بمشاركة 50 شاب وشابة، علما بأن سيتم بث الجلسة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة لفتح المجال للجمهور الكريم لمتابعة الجلسة التي تقام لأول مرة في مجلس النواب على مستوى مملكة البحرين. جدير بالذكر أن الأمانة العامة أعدت برنامج تدريبي للمشاركين من خلال محاضرات ولقاءات لشرح آلية العمل النيابي، مناقشة جدول أعمال الجلسة، كيفية إعداد تقرير اللجان النيابية، آلية انتخابات رؤساء اللجان، إجراءات المناقشة العامة، بحث كافة الأمور المتعلقة بالجلسات. وطبعا هذه الجلسة سيعقبها إن شاء الله جلسات أخرى في كل عام إن شاء الله، سواء لفئة الشباب أو لفئات أخرى بإذن الله تعالى. المشاركين في هذه المحاكاة للجلسات مجلس النواب سيد محميد، هل تم توجيه الدعوات لهم؟ كيف تم اختيارهم هؤلاء الشباب 50؟ حرصا من الأمانة العامة على تحقيق العدالة واختيار النوعية المناسبة، كما تم التنسيق مع جهات الدولة المنوط بها رعاية الشباب، سواء من وزارة شؤون الشباب والرياضة أو وزارة التربية والتعليم، أيضا وزارة العمل، وتم اختيار نوعية معينة من الشباب من تنطبق عليهم هذه الشروط في سن معين، ستشهد الشباب اللي في توجيهي الثانوية العامة، وأيضا طلبة الجامعات، أعضاء المراكز الشبابية والجمعيات الشبابية بإذن الله. سيد محميد جمعة المحميد مدير إدارة الاتصال بالأمانة العامة لمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.